الأوضاع الاقتصادية الخانقة في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أصبحت أزمة لا يمكن السكوت عنها، حيث شكلت عاملاً رئيساً في انفجار الشارع اللبناني كما حصل خلال الأيام القليلة الماضية. مراقبون طرحوا تساؤلات حول حقيقة أهداف مشاركة عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل في التظاهرات، وعن الأطراف السياسية التي دفعت وراء نزولها إلى الشارع من أجل تحقيق أهداف خاصة، لا سيما وأنها شاركت من قبل في مهاجمة المتظاهرين أكثر من مرة. وعلى الرغم من مشاركة الميليشيات في التظاهرات اللبنانية، إلا أن حركة مواطنون ومواطنات في دولة قالت إن التطورات التي حصلت في الشارع اللبناني عفوية وهي امتداد للصرخة الأساسية التي أطلقت في تشرين الأول الماضي، لا سيما مع ارتفاع معدل البطالة والفقر والجوع مقابل عدم قدرة حكومة دياب على إنتاج أي تقدم ملموس. أما المتظاهرون فقد أكدوا أن حكومة دياب أثبتت استمرارية المنظومة السياسية السابقة بدليل ما حصل في التعيينات المالية والإدارية وطريقة تقاسم وتوزيع الحصص، فيما أشاروا إلى أنها لا تتجاوز كونها واجهة لأحزاب أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من الدمار الاقتصادي والانهيار الكامل. وفي محاولة لضبط الوضع، قال رئيس البرلمان نبيه بري إنه تم الاتفاق على العمل لتخفيض سعر صرف الدولار، إلا أن هذا الحل لم يبرد الشارع المنتفض، حيث أكد المتظاهرون استعدادهم للخروج بتظاهرة كبيرة في مناطق مختلفة من العاصمة بيروت للمطالبة بحكومة بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية، فيما أكدوا البقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب التي تبدأ بإسقاط حكومة دياب ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وسرقته واستعادة الأموال المنهوبة ووضع حد للسياسة المالية التي دمرت لبنان اقتصاديا ومعيشيا. وبغض النظر عن قراءات أهداف التطور في الشارع اللبناني، يبقى المحسوم أن ارتفاع سعر صرف الدولار بات عاملاً قد يشعل الشارع في أي لحظة ويخرج الأمور عن السيطرة، خصوصاً لما لذلك من انعكاسات على مختلف شرائح المجتمع اللبناني وفي ظل ارتفاع كبير بمستوى البطالة.